الأمل والعناء. طيف أطل كالرجاء، حلما وصل واللقاء. يوم جلل من ضياء، بين الأمل والعناء. طيف أطل لك الرجاء، حلما وصل واللقاء. يوم جلل من ضياء، من عتمة الليل لبى نجانا، من المدى خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا دورانا. لا لا لن تهاني حمانا، كالأمان أرواحنا نور الفدا، ترتحل إليك كالصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غدا. سقوط شياوبي والتحالف مع يوان شاو. نحن باسم الجيش وباسم شعب شوتشون نرحب بسعادتكم. وأنا أحييكم. تفضل سيدي. سيدي، ماذا تفعلان هنا؟ ألا يجب أن تكون في شوتشو لمراقبة اليو؟ سيدي، لقد طلب منا اليو باي أن نعود أدراجنا لأن يوان شو قد مات. أغبياء، يجب أن تنالا عقاباً شديداً لإهمالكما. اقتلوهما. عفوا عنا يا سيدي، أرجو تبصر لنا يا سيدي. سامحني، أرجو أن ننفذ الأوامر وحسب. أرجوك أرجو أن قليلاً يا سيدي، القيادة وضعت في يد ليو وهما أطاعا أمره. اخرجا. نشكرك يا سيدي. سيدي، ما يزال تشيشو في شوتشو. يمكنك الآن أن ترسل له رسالة سرية تأمره فيها بالتخلص من ليو باي. سيدي، اليوم ذكرى اجتماع الإخوة، ولذلك فهم سيقيمون احتفالا كبيرا. سيكون يوم الاحتفال باجتماعهم هو يوم موته. من يقتل اليو باي سيحصل على مكافأة قدرها 30,000 تشو. شيتشو، سأكافئك أيضا. لقد أصدرت ساو تساو قراراً أحمقاً للتخلص منك بأية طريقة. ومع كل ذلك لا يمكننا قتله، هكذا سوف يزيد التوتر بيننا. برأيي إننا لن نخسر شيئاً بقتله. كيف يجرؤ اليو باي على قتل شيتشو؟ أنا لن أرتاح حتى أقتل هذا الوغد بيدي. أمنحك السلطة الكاملة للتصرف في شيو تشانغ، وأنا سأذهب لشوتشو.
ولكن يا سيدي لا تجعل هذا الأمر ينال من عزيمتك كي لا يفقدك اتزانك. أنا متأكد من أن ليو سيقوم بتشكيل تحالف ضدنا مع يوان شاو. كيف يمكن ليوان شاو أن يتحالف مع ليو باي وقد قتل شقيقه؟ سينسى يوان شاو أخاه القتيل فورا عندما يرى الغنائم، وسوف يهاجم شيوا تشانغ. سيدي، علمنا للتو بأن يوان شاو تحالف مع ليو باي وسيهاجم شيوا تشانغ. اذهب الآن وأحضر لي اليوداي. أمرك. سيدي، تحت أمرك. أمرك بقيادة 50,000 من الجند والتوجه نحو شوتشو فورا. سوف تحمل رايتي، ولكن كن حذرا، فبعد أن أقوم بصد يوان شاو ستقوم بالإمساك بليو باي. حاضر. تساو تساو، اخرج إلى هنا. أين تساو تساو؟ هل اختبأك الأرانب؟ كيف تريد من رئيس وزرائنا أن يواجه جنديا نكرة مثلك؟ لقد مضت عدة أيام ولم يصلنا خبر منه. أنا قلق عليه جدا يا كوان يو، ما كان علي إرساله إلى هناك. أخشى أنه لم يتمكن من إنجاز مهامته حتى الآن. لا تخشى عليه، لقد قطع عهدا ألا يتهور أثناء المعركة. لا أخذ عهوده على محمل الجد. سوف أذهب إليه في الغد إن لم تصلنا رسالة منه اليوم. هيا. لقد أمضيت نوبة حراستك وأنت غارق في النوم، أليس كذلك؟ أجل، سامح لي يا سيدي. ارميه على الأرض واجلده 100 جلدة. أحضر لي الطعام. لكن أنت تعلم يا سيدي أن الطعام سيجعلك تنام. أحضر لي العصير إذن. أسرع. متأكد مما تقول؟ أجل، وبإمكانك أن تقتلني فوراً إن كنت كاذباً يا سيدي. هيا انهض. استعدوا إذن، سنهجم الليلة. أمرك. هيا تراجعوا. تراجعوا هيا بسرعة. تراجعوا. أين تذهبون؟ وعدت أخي الأكبر أني سأمسك بك حيا حتى أوجه صفحة لقائدك تساو تساو. أخي، لقد وصلني للتو تقريرا حول تشانغ فاي، كان نائما طوال الوقت. أخي، لقد أمسكت بليو داي. وصلك تقرير بأنني كنت نائما، أليس كذلك؟ حتى لو أمسكت بليو داي، لكنك كنت تأكل وتنام طوال الوقت. عصير.
لم تأكل؟ لقد خسرنا. من أين أتتك الجرأة كي تأتي وتخبرني أن اليولن يتمرد؟ هيقتلوه؟ سيدي، سيظن العالم كله أنك أقل شهامة من اليوباي. أقيلوه من منصبه وانفوه. سامحني يا سيدي. علي أن أخوض القتال شخصياً وأستعيد شوتشو منه. ولكن يا سيدي، ماذا لو أتى يوان شاو لمهاجمة شيوا تشانغ؟ لا تقلق أبداً، فأنا أعرفه جيداً. لن أدع له فرصة للوصول إلى هنا. سأقوم بمهاجمته في شوتشو. أبلغوا الجيش، سنمضي إلى شوتشو. أمرك. الريح إنها قوية. علينا استغلالها لمصلحتنا يا سيدي. بكل تأكيد سوف أكون الأقوى في هذا اليوم. أخي اليوباي، علينا أن نجعل جيش تساو تساو يتذوق طعم الهزيمة في هذه المعركة. تقدم. تراجعوا 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 تراجعوا. ماذا حدث؟ خدعة. أجل، إنها خدعة. احترسوا. هيا. انقلب. لم أرى سوى اليوباي وتشانغ فاي في هجوم الليلة الماضية. ترى أين هو كوانيو؟ سيدي، كوانيو في شيابي يحمي عائلة اليوباي. كوانيو رجل شجاع جدا، لذلك هل يملك أحدكم خطة جيدة للقبض عليه حيا؟ عليك أن تقوم بإرسال جيشين إلى مدينة شيابي. الأول سيغريه للخروج، والثاني سيقوم بمهاجمة المدينة. لابد من بقائه حيا إذا قمنا باحتلال شيابي. كوانيو قائد حكيم ونادر الشجاعة، لا تؤذه لأنني سأستفيد منه. كوان، يقال أنك وإخوتك ثلاثي أبطال، لكن في الواقع أنتم فئران ثلاثة. الفئران اليوباي وتشانغ فاي قد هزما وتم التخلص منهما إلى الأبد. لم يبقى سواك أيها الفأر المذعور، لأنك لا تجرؤ على الخروج إلي. سألقنك درسا لن تنساه. هيا.
أيها القائد، إنها منطقة الجبال، ألا تخشى من الكمائن؟ لا تزعجوا الشعب، ومن يعصي أوامري سيؤدم. أشعلوا نارا عند البوابة لإرباكه. أيها القائد، شيابي تحترق. هيا هيا. شانجاو، هل أنت قادم كي تقاتل معي؟ ليس كذلك، أنا هنا لزيارتك كصديق قديم. هل تريد إقناعي بالاستسلام؟ بل أراه في عينيك. مخطئ. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أنا هنا لأعلمك أن مكان وجود ليوباي غير معروف إلى الآن. لقد سقطت مقاطعة شيابي على يد رئيس الوزراء تساو تساو الليلة الماضية، لكن عائلة ليوباي لا تزال في المدينة، لذا عليك اللجوء لتساو كي تحميها. ليس لكائن من كان أن يساومني وأنا على استعداد للقتال حتى الموت. لكن من سيتمكن من حماية الشقيقتين إذا مت أنت؟ كيف يمكنك أن تكون جديراً بثقة شواندي؟ كوانيو، آمل أن تأخذ اقتراحي على محمل الجد. أيوجد خبر عن كوان؟ لا، أنا موافق، ولكن لدي ثلاثة شروط أفضل الموت إن لم تحقق. تفضل، ما هي؟ احترام تعهدي أنا وإخوتي بدعم بلاطهان وليس تساو تساو. ثانياً، عليه توفير الراتب اللازم لأخوي. ثالثاً، لا يمكن لتساو تساو أن يمنعني من الذهاب لرؤية أخوي متى شئت. لقد قال كوانيو إنه يفضل الموت على الاستسلام إذا لم تحققوا شروطه الثلاثة. يريد الاستسلام لبلاطهان وليس لي. أما شرطه الثاني فلا بأس به، أما الثالث فلا. سيدي، يشعر كوانيو بالامتنان لليو. أتمنى أن تعامله بشكل جيد حتى تضمن ولاءه. كقائد مهزوم أشكرك لأنك لم تقتلني. إنك قائد متفان جدا، إنه لمن دواعي سروري أن تكون معي. عندما أعلم أين مكان شقيقي الأكبر، اسمح لي بالذهاب إليه. أنا لن أخلف وعدي. شكرا لك. سأذهب إلى شيوا تشانغ، هل ذهبت معي إلى هناك مع عائلة ليوباي؟ عذراً، منحكم رئيس الوزراء هذا البيت لتقيموا فيه. شكراً له. كوانيو، ربما فلتطمئن قلوبكم، فأنا لن أنسى أخي الأكبر أبداً. كيف لي أن أنساه؟ تفضلوا. تفضل.
سيدي نحن نراقبه. وهذا ما كنت أريده تماماً. هزم ليوباي وأصيب بالعديد من النكسات، ثم انتقل إلى الشمال ولجأ إلى شاو شوان، ثم ما لبث أن تمكن من إقناع يوان شاو بإرسال القائد يان ليانغ مع قواته للهجوم على تساو. إنك قائد شهير وذو براعة في القتال، اذهب للقتال مع أحد قادة يوان شاو. أمره هيا قاتله وأثبت لي أنك رجل حقيقي. يا ليان أنا هنا للانتقام منك. هيا إلى الوراء. يبدو أن يان ليانغ يستحق هذه الشهرة. سيدي هناك رجل يمكنه أن يهزمه. من؟